ساحة تكاد تخلو من الأعمال الفنية والدرامية، استطاع مجموعة من الشباب هنا بمحافظة الضالع من كسر المستحيل وأنتجوا فيلما سينمائيا بعنوان لم ينتهي بعد، يناقش واحدة من أهم وأخطر القضايا المجتمعية، ألا وهي قضية المخدرات وانتشارها بين أوساط الشباب. الرسالة التي نريد إيصالها للمجتمع الاهتمام بالشباب والمحافظة عليهم من الإنخراط والتطرف المخدر، فهم صمام الأمان وهو الأوطان. تجربتهم الفريدة بإنتاج هذا الفيلم بصبغته الضالعية وبلغته الإنجليزية كنوع من الخروج عن المألوف لإظهار مواهب وإبداعات الشباب. بدأنا بهذا الفيلم نت أوفريات، تدريب بعض الشباب على تطبيق المشاهد القتالية في هذا الفيلم. واجهتنا قليل من الصعوبات بسبب عدم تمرس الشباب في الفنون القتالية من قبل، لكن الحمد لله وفرنا لهم البيئة المناسبة والمعدات اللازمة للتدريب. استمرينا على الشغل مدة معينة والحمد لله نجحنا في تطبيق مشاهدنا إن شاء الله. ورغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم في إنتاجهم لهذا الفيلم، لكنهم بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصعبة قهروا المستحيل ونجحوا في إنتاج عمل يعكس رغبتهم الكبيرة في إعادة الروح للفن وللسينما بهدف توعوي يحمل رسالة هادفة. محافظة الضالع فيها الكثير من المبدعين والمبدعات في المجالات الثقافية أو الرياضية أو الفنية، وإن شاء الله سوف ترون إبداعاتهم تتحدث، لا أقصد في هذا الفيلم فقط وإنما في أعمال أخرى بإذن الله. وليس ببعيد عن هؤلاء الشباب وجدنا شبابا آخرون أنتجوا فيلما دراميا، هو الآخر يناقش قضية المخدرات تحت عنوان جائحة المخدرات باللغتين الإنجليزية والإسبانية. أحببنا أن نظهر جائحة المخدرات الذي تعيق شبابنا وهي آفة خطيرة في مجتمعنا، فحببنا أن نوصل هذه الرسالة بعمل فيلم درامي كبير ومشوق، وكانت لغة الفيلم إسبانية وإنجليزية، فحبنا نعمل شيء جديد ومتطور. ونجح هؤلاء الشباب في إعادة الناس إلى قاعات السينما رغم شحة الإمكانيات.